اعلم أن الصداقات والعلاقات لم تخلق إلا من أجل أن يسعد بعضنا بعضا. من يؤذيك ابتعد عنه. لا تشارك الناس في الحوارات السلبية والنقاشات الحادة. لماذا؟ حتى لا تسقط مكانتنا وتضيع هيبتنا. ولا تنتظر السعادة من أحد. أسعد نفسك بنفسك. الاتصال الذي يزعجك لا ترد عليه. الرسائل التي تؤذيك احذفها. الجلسة التي ستضايقك لا تجلس فيها. المكان الذي سوف تذهب إليه ولن تشعر فيه بالراحة النفسية لا تذهب إليه. الابتعاد عن الأشخاص الذين يعكرون مزاجك هو حق من حقوق نفسك عليك. أنت حر في تصرفاتك. أنت رئيس جمهورية نفسك. لا تفتح بابا يؤذيك ولو كان الطارق شخصا تحبه. وأغلق النافذة التي تؤذيك ولو كان المنظر جميلا. لا تحرق أعصابك من أجل أحد. هل يستحق أحد منا أن نذل نفسنا له؟ على ماذا أذل نفسي؟ على ماذا أهينها؟ لا تجامل أحدا على حساب نفسك. توجد مرحلة في حياة الإنسان اسمها المرحلة الملكية. إذا وصلت إلى هذه المرحلة سوف تشعر بالراحة النفسية. فعش حياتك بالطريقة التي تحبها ولا ترهق نفسك في التفكير، فالله عنده حسن التدبير. ولا تحمل نفسك ما لا تطيق وافعل ما يمليه عليك ضميرك. هذا